ذكرت أخي يوسف أنه أوكي المسيح نبي، المسيح يعني قيل عنه أسماء كثيرة أو وظائف كثيرة شاركنا فيها، حتى أنا عاوز أصل بالنهاية لأنه المسيح أعظم من نبي. المسيح فعلا هو كلمة المسيح معناها الممسوح، نعم، يعني شخص مسحه الله. في العهد القديم كان الذين يمسحون ثلاث فئات، اللي هو الأنبياء، وده بنشوفها مثلا في إليشع، إيليا مسح إليشع، يبقى إذن الأنبياء كانوا يمسحون، الملوك كانوا يمسحون، فصموئيل مسح شاول، ثم بعد ذلك مسح داود الملك، إذن الملوك يمسحون، والكهنة بحسب لوين 8 كانوا يمسحون. والمسيح سمي المسيح لأنه مسح، بس مش بالزيت، مسح بالروح القدس، لا لكي يكون مجرد نبي لكن النبي، لا ليكون مجرد ملك لكن ملك الملوك، الملك الكبير على كل الأرض، لا يكون مجرد كاهن يقدم ذبائح حيوانية لكن كاهن يدخل بدم نفسه ويقدم ذبيحة نفسه لله، فينال من الله الرضا على كل البشر اللي آمنوا بشخصه. فالمسيح هو المسيح لأنه النبي، لأنه الكاهن، لأنه الملك، أعظم بكثير من أي نبي ومن أي كاهن ومن أي ملك.